بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده هناخد 3 سيشنز ان شاء الله. اول سيشن هناخده هنتكلم على السيريبيلم، وتاني سيشن هنتكلم على الليمبك سيستم، وتالت سيشن هنتكلم على الثالاموس. نبتدي في اول سيشن بنتكلم على السيريبيلم. السيريبيلم لو انا كنت جاي ببص عليه الاقي ان هو ليه 3 كلاسيفيكيشن. المورفولوجي اوف السيريبيلم ده عايز لوحده كده سيشن براكتيكال، فانا هفوت عليه بسرعه كده. لكن انا ملي محاضرتي الاساسيه ان احنا نقعد نقسم السيريبيلم ونفهم الكونكشنز بتاعته بسرعه. معلوماتنا متداخله كتير مع محاضره الفسيولوجي، بس لازم نفهم ان هو الكلام مني او من الفسيولوجي نت ريزلت هيجي الامتحان. السيريبيلم ليه 3 كلاسيفيكيشن. ايه هو 3 كلاسيفيكيشن اللي موجودين؟ عندنا اناتوميكال كلاسيفيكيشن، وفي عندنا فانكشنال كلاسيفيكيشن، وفي عندنا لونجيتودينال كلاسيفيكيشن. يبقى احنا الكلاسيفيكيشن بتاع السيربيلا عندنا 3 كلاسيفيكيشن. اول واحده يبقى نحاول كده نلخصهم ان شورت. اول واحده يبقى عندنا السيربيلا، يبقى في 3 كلاسيفيكيشن موجودين في الدنيا. اول واحده اهتم بيها بتوع الاناتومي، اسمها ايه؟ اناتوميكال كلاسيفيكيشن. طبعا انتوا عارفين ان انا راجل متحيز للناس بتوع الاناتومي، فهقول لكم اهم كلاسيفيكيشن ايه؟ الاناتومي ده طبعا يعني، لا المره دي انا مش متحيز خالص للناس بتوع الاناتومي. اقدر اقول لكم بلا فخر ان هي عره الكلاسيفيكيشن، مفيش حد بيستخدمها في حياته. يعني انا لغايه دلوقتي قريت في كتب الاناتومي شيء وشويات، والفسيولوجي والهيستولوجي كلهم اختاروا الاناتوميكال كلاسيفيكيشن، بس مضطر ان انا اقولها بس ايه الذكرى والعظه والتاريخ. السيريبيلم كان عامل كده، يعني في الامبريولوجي كان عامل زي الورقه دي، وبعدين حصل فيه فولدنج. واحد يقول لي الفولدنج احنا قريناه، لا 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 والله ده فولدنج تاني، هو التاني كده. السيريبيلم التاني كده بقى ليه سيرفيس موجود من فوق اسمه سوبيريو سيرفيس، وليه سيرفيس موجود من تحت اسمه انتيريو سيرفيس. يبقى السيرفيس اللي موجود فوق ده اسمه ايه؟ اسمه سوبر سيرفيس. السيرفيس اللي موجود من تحت اسمه ايه؟ انفيريو سيرفيس. يبقى ده عندنا سوبر سيرفيس وانفيريو سيرفيس، بس انا هفرده كده. وكل كتب الدنيا بترسم السيربيلم بتفرده كده علشان يعني الموضوع مش مهم يعني. المهم لو انا كنت جاي كده وفردته علشان نفهم الموضوع باختصار، هلاقي في عندي تو فيشرز وثري لوبس. الفيشر الاولاني اللي هو باللون الاخضر ده شايفينه ولا لا؟ اسمه برايمري فيشر، ومن غير ما تضحكوا اسمه فاشيورا برايما. فاشيورا برايما او برايمري فيشر. وفي فيشر تاني هتلاقينا انا منقط كده في لون اخضر ومنقط اهو، الناس لو مش شايفين شايفينه التنقيط ده، اسمه بوسترولاترال فيشر. يبقى اسمه ايه؟ بوسترولاترال فيشر. والسيريبيلم يبقى ليه 3 لوبس. اول لوب اللي قدام البرايمري فيشر، وده موجود على السوبيريو سيرفيس، بطلق عليه كلمه انتيريور لوب. يبقى الانتيريور لوب ده موجود على السوبيريو سيرفيس. واللوب الثاني اللي موجود بين البرايمري فيشر والبوستولاتر فيشر، انا منقطه اهو، بطلق عليه كلمه ميدل لوب. وناس بيسموه بوستيريور لوب، وسي مش فارق كتير قوي، ميدل او بوستيريور لوب. واللي باللون الاحمر ده اسمه فولوكيولو نودولار لوب. شايفين اللي باللون الاحمر ده اسمه فولوكيولو نودولار لوب. يبقى الكلاسيفيكيشن دي بتقول لي ان السيريبيل لما اتقسم بتو فيشرز انتو 3 لوبس. ايه هم ال 3 لوبس؟ اللوب الاولاني اسمه انتيريور لوب، يبقى ده نمره واحد. اللوب الثاني بسميه ميدل لوب او بوستيريور لوب. الميدل لوب جزء منه موجود على السوبيريو سيرفيس، اما الجزء الاعظم موجود على الانفيريور سيرفيس، موجود على السوبيريو سيرفيس، والجزء الاعظم موجود على الانتيريور سيرفيس. اما اللوب الثالث اللي موجود بره البوسترولاترال فيشر اسمه فولوكيولو نودولار لوب، اللي هو باللون الاحمر فولوكيولو نودولار لوب. يبقى ان شورت ايه الكلاسيفيكيشن اللي هو الاناتوميكال كلاسيفيكيشن؟ احنا يبقى قسمناه انتو انتيريور لوب، ساعات الناس بيسموها هورزونتال كلاسيفيكيشن، وفي عندي ميدل لوب، بعض الناس بيسموه بوستير لوب، والاثنين صح عشان نكبر مخنا يعني. واللوب الثالث اسمه فولوكيولو
فولوكيولو نودولار. كلمه فولكلس يعني الخرقه من الصوف، ونودول تزايد كلمه نود. يبقى عندنا ده اسمها ايه؟ اسمها اناتوميكال كلاسيفيكيشن او عرس الكلاسيفيكيشن. يعني ما فيش حد احترم الكلاسيفيكيشن دي في حياته. طبعا مش عايز اقول لكم ان في ناس قسموا اللوبلي واللوبيول واستفاضوا في الموضوع، وكل الكلام ده اترمى في الزباله ولا حد بيعرف حاجه. يبقى دي اسمها اناتوميكال كلاسيفيكيشن. تاني ناس كانوا اكثر احتراما من الاولانيين، وقالوا بما نقسم السيريبيلم لونجيتيودنالي، التقسيمه دي كانت هورزنتال الاولانيه، لونجيتيودنالي، قالوا الجزء اللي موجود في الوسط اسمه فيرمس. فيرمس يعني دوده. فيرمس يعني دوده. لما الناس يقولوا فيرمي فورم ابندكس يعني ازاي ده دوده؟ ابندكس يعني ده جاي لي ازاي ده؟ اسمها العلمي فيرمي فورم ابندكس. فالناس بيتخيلوا السيربيلم ان هو عباره عن زي فراشه باتر فلاي لايك، جسم الفراشه اللي موجود في الوسط اسمه فيرمس. فيرمس يعني دوده او جسم الفراشه. والجزئين اللي موجودين على الجنبين اسمهم بارا فيرمل، المنقطين اللي باللون الاسود زي حياتنا، قصدي يعني كويس ده عبد الحليم اللي بيقول يعني كل الدنيا اسودت في عيوني. يبقى عندنا هنا فيرمل اللي موجود في الوسط، وبارا فيرمل موجود على الجنبين، والجزء الابيض زي اللي هو اللون الابيض اللي هو الكوت اللي احنا لابسينه. كان زمان لما يجوا يتريقوا علينا يقول لك وايت كوتد مايكرو اورجانيزم، يعني بيشتمونا يعني بالبلد يعني. المهم يعني يبقى عندنا اللون الابيض ده اسمه لاترال. يبقى عندي فيرمال وبارا فيرمال ولاترال، دي اسمها لونجيتيودنال كلاسيفيكيشن. الاناتوميكال دي ممكن نسميها هورزنتال كلاسيفيكيشن. هورزنتال يعني بالعرض. يبقى دي هورزنتال كلاسيفيكيشن. اما الجزء اللي موجود بالطول دي اسميها longitudinal classification، تقسيمه بالطول. قسمت السيربيلم into vermal وبارا vermal ولاترال، vermal وبارا vermal ولاترال. ودي classification كتير محترمه، يعني دي كلاسيفيكيشن انا بحترمها شخصيا. يبقى دي فيرمال وبارا فيرمال ولاترال. اما اشهر كلاسيفيكيشن على الاطلاق واللي هي وايد يوزد ان اول ثرو ميديسن هي الفسيولوجيكال كلاسيفيكيشن. يعني حقيقي الكلاسيفيكيشن دي مش عشان متحيز يعني بس. يبقى هنا دي فسيولوجيكال كلاسيفيكيشن بيسموها فانكشنال كلاسيفيكيشن. Functional classification. أو بيسموها from phylogenetical point of view. بلاش function أحسن، نحس كده. مش دايما إحنا نزعل مع بعضينا في كلمة أصلاً بس الناس مش هيعرفوا ينطقوا بعض. كنت أيام ما كنت لسه معيد صغير كده داخل قسم الأناتومي، فواحد قال لي بص إحنا نجيب لكم سؤال في ماجستير اسمه phylogeny وontogeny. قلت له إيه؟ فيولوجيني وايه؟ كويس كده يعني، المهم يعني فكويس يعني كنت هسيب اسم الاناتومي كله يعني عشان نكمل. المهم يعني دي بسميها ايه؟ فانكشنال كلاسيفيكيشن. ايش الفانكشنال كلاسيفيكيشن؟ هو في الواقع لازم نعرف ايه هي الوظيفه بتاع السيربلم وايه هي الوظيفه بتاع السيربلم، مش عارف. المهم يعني ما وصفش حاجه يعني، بس ايه الوظيفه بتاع السيربلم؟ علشان نفهم الوظيفه بتاع السيربيلم عدل لازم نتتبع مراحل الديفلوبمنت في الديفرنت سبيشيز. يعني نبتدي بايه؟ والله نبتدي بسمكه. هو السيربيلم موجود في السمك؟ يس. ليه؟ علشان يبقى كونكتد مع الماسلز بتاعت الاكزيل سكيلتون ترانك. يعني هو السمكه يعني بتبغي ايه من حياتها؟ ما اعرفش طلب مش عرفني، وانا كنت سمكه يعني في حياتي يعني هي اكيد هي عايزه بالانس. لما انتم تشوفوا السمكه اول ما تكون هي كويس اتقلبت على بطنها او على جنبها عند صوره. كونسيرند ويز بالانس. اول ما ربنا خلق السيربيلم في السمك خلقه في الحته بتاعت الفولوكيولو نودولار. لكن اللي هي الحته الحمراء السيربيلم السمكه هي كان الفولوكيولو. دي كانت كونسيرند ويز بالانس.
طب ومين السيستم اللي في جسمنا اللي كونسيرند من البالانس ده؟ هو الفيستيبولار سيستم. بعيد عنكم، ايه الفيستيبولار سيستم ده؟ حته جوه الانر اير اسمه فيستيبولار سيستم. يوم ما نشرح الانر اير يوم ليس ببعيد ان شاء الله باذن الله بعد اسبوع. يبقى عندنا هنا، وده تقدر تقولوا انتوا هتسيبوا الطب بجد لما تسمعوا الانر اير، ما تخش حاجه. يبقى عندنا هنا، يبقى اول جزء ابتدى يظهر عندي اسمه اركي سيريبيلوم. اركي يعني بدائي، كلمه اركي ده مهم قوي، وبتوع الفسيولوجي دكتور رمضان هيقول لكم فيما قال ملك في الخمر يعني، وملك قال ايه في الخمر ما اعرفش. المهم يعني بعدين قال اللي قاله يعني، اللي يبقى عندنا هنا فالكلام اللي بقوله ده كلام مهم جدا حتى من غير ما احرق الموضوع. دكتور رمضان السنه اللي فاتت جاب سؤال فانكشن كلاسيفيكيشن، الناس مش عارفين ايه فانكشن كلاسيفيكيشن بتاع السيربيلم يعني. هو اتقال في الاناتومي في الفسيولوجي يعني، الحته بتاعت الاناتومي ولا الحته بتاعت الفسيولوجي يا دكتور؟ والله هما الاثنين واحد يعني، هو اللي قالها الدكتور شريف هو هيقولها دكتور رمضان يعني. يعني لو الدكتور هاني قال جراثيم الكونيات غير الجراثيم الكونيات اللي انا قلتها، هما الاثنين واحد يعني. المهم يعني اسمها اركي سيربيلم، اسمها الثاني يا ارجوان فيستيبيولو سيربيلم، لانها كونكتد مع ايه؟ مع الفيستيبيولار سيستم. ايه الفيستيبيولار سيستم ده؟ ما تعرفش. ده السيستم بتاع البالانس. الكونسيرنت ويز بالانس. الجزء ده يمثله ايه؟ ده زي ما قلت لكم ظهر في الفيش. وده مش مهم بالنسبه لنا، لكن احنا عندنا بقى ايه هو؟ هو الفولوكيولو نودولار. يبقى الفولوكيولو نودولار. يبقى الفولوكيولو نودولار ده كونكتد مع فيستيبولار سيستم، فيستيبولار ابريتس، كونكتد مع الماسلز اوف ذا ترانك. يعني دي حلوه. يبقى عندنا كونكتد مع الماسل بتاع الترانك، يبقى ده كونسند مع ايه؟ مع البالانس، الاتزان. شويه شويه تطورت الكائنات. فور اكزامبل يا تولين، ابتدينا نشوف كده كائنات جديده ظهرت. ايه هي؟ تورتويس. سلحفه يعني، كويس عادي يعني. سظهرت السلحفه عامله ازاي السلحفه؟ كويس. فور اكزامبل طلع راحت مره جنينه الحيوانات، ولا راحت ولا حاجه، ولا شفتها على الحيوان خالص. فجت تخبط كده، مين الخبط؟ كويس. طلع الايدين والرجلين، ده السلحفه لها ايدين ورجلين. يبقى دلوقتي في جزء جديد من السيريبيلم ظهر في السلحفه. ايه هو الجزء الجديد؟ هي عندها فلوكيو نوجر برضه، لانها ليها علاقه بالبالانس، بس لها ايدين ورجلين. انا اعتقد لغايه دلوقتي ما شفتش السمكه ليها ايدين ورجلين، والله اعلم يعني. لكن السلحفه ابتدى يظهر لها رجلين، ايدين ورجلين. فابتدى بقى يظهر عندها جزء جديد. ايه هو الجزء الجديد اللي ابتدى يظهر عندها؟ جزء زي الفيرمال والبارا فيرمال. يبقى لو انا جيت شرحت سلحفه، اشك طبعا يعني. المهم يعني لو انا شرحت سلحفه وبصيت على السيربيلا هلاقي عندها فولوكيول نودولار وعندها فيرمال وبارا فيرمال. الجزء ده كونسيرند مع ايه؟ كونكتد مع ايه؟ مع الابر واللور ليمب. يبقى يعني كونكتد مع السباينال كورد يعني. يبقى اسمه سباينو سيربيلا. يبقى تاني جزء موجود عندي، خدوا بالكم دي وظائف سيربيلم يعني. يبقى عندي اسمه باليو سيربيلم. باليو يعني قديم. باليو سيربيلم او اسمه التاني سباينو سيربيلم، وده كونكتد مع المسلز بتاعت اللي ده عندنا اللي هو ايه؟ اللي هو الفيرمال والبارا فيرمال. يبقى الجزء ده هو الفيرمال والبارا فيرمال. شويه شويه تطورت الكائنات وظهر الحيوان الكبير الانسان. واهم حيوان موجود عندنا هو مين يا ترى؟ الانسان. كويس. مش انت طبعا يعني. كويس. كويس. يبقى الانسان هو اهم حيوان موجود، هو في القمه كويس بتاع كل شيء. فالجزء ده يبقى كونكتد مع السيريبرام. السيريبرام اللي هو المخ اللي انتوا حطوه السركاي والجيري ده، اللي هو الانيمال صغير جدا كان عندنا محترم جدا يعني. يبقى الجزء ده بطلق عليه كلمه نيو سيريبرام. نيو سيريبرام. نيو سيريبرام يعني جديد. يبقى السيربيلم ثلاث اجزاء، اركي باليو نيو
أركي يعني بدائي، باليو يعني القديم، نيو يعني الجديد، وده كونكتد مع السيريبرال هيمسفير. طبعا زي ما انتم عارفين مرارا وتكرارا السيريبرال هيمسفير كونسرند مع حاجتين، بلاننج واكسكيوشن. يبقى ده كويس، الجزء ده كونسرند ويز بلاننج اند اكسكيوشن. طبعا عندنا هنا يبقى ده بطلق عليه كلمه سيريبرو سيريبيلم او اسمه الثاني او الجزء بتاعه اللي هو لاترال زون. يبقى اللونجيتودنال كلاسيفيكيشن كانت محترمه، يعني فكره ان اللونجيتودنال كلاسيفيكيشن دي خدمتني خدمه غير عاديه. لان اللونجيتودنال كلاسيفيكيشن بتقول ان السيربيلا متقسم انتو فيرمال اللي هو ده، وبارا فيرمال اللي هو ده، ولاترال. وطبعا الفلوكيولو نودولار موجوده هنا اهو. يبقى الفانكشنال كلاسيفيكيشن للسيربيلم، اركي سيربيلم، باليو سيربيلم، نيو سيربيلم. يبقى نقدر نقول ان السيربيلم لغايه دلوقتي ليه ثلاث وظائف. كويس يعني. يعني كونكتد مع الفيستيبلر سيستم، كونكتد مع السبينال كورد، كونكتد مع اللي هو السيربيلم. يعني بتوع النيورو اناتومي لما يجي يقولوا انبوت، ايه انبوت؟ يعني بيجي له منين؟ دول من ثلاث اماكن. السيربيلم بيستقبل من ثلاث اماكن. ايه هما؟ الفيستيبلر سيستم بيستقبل من السباينال كورد اللي هو الليمس، بيستقبل من السيريبرم المخ. بيبعت فين؟ هنعرف يعني، اكيد هنعرف يوم ما يعني. بس خدوا بالكم النهارده هو النهايه، اكيد انا هنتهي النهارده يعني. بس بتسمعوا اصعب ثلاث محاضرات في نيورو اناتومي ورا بعضيهم يعني. كويس، المهمات الاساسيه خدتهم ورا بعضيهم عشان اقضي عليكم. كويس، بعد كده ما يبقاش فيكم موجود ولا ليا انا كمان ولا موجود يعني. يبقى عندنا هنا، يبقى ده الجزء الاولاني بتاع محاضرتنا في السيربيلم. We are trying to understand the cerebellum. عندنا هنا تاني حاجة عايزين نعرف الـ internal structure of the cerebellum. يعني كل دي اسمها classification of the cerebellum. نقول بسم الله الرحمن الرحيم cerebellum. أمال إيه؟ عايزين نعرف الـ internal structure of the cerebellum. يعني لو أنا قطعت السيربيلم يا ترى على إيه؟ طيب أنا قطعته هيحصل إيه؟ أعرف. ادي السيربيلم قطعته هيطلع ايه؟ هات السكشن في السيربيلم هيطلع من بره جري ماتر، ومن جوه وايت ماتر. السي بدون تاخد بالكم، انا بتكلم على سي وبعدين سي، ما ضمتهاش على بعضها عشان محدش يفهم غلط. السي الأولانية سيريبروم، والسي الثانية سيريبيلم. يبقى السي السيريبروم والسيريبيلم دول الأوتر بارت الكورتكس جري ماتر، ومن جوه الإنر بارت وايت ماتر. لكن السباينال كورد العكس. أجين السباينال كورد كان الإتش شيب اللي هو الجري ماتر جوه والوايت ماتر بره. لكن السي ده حيوان معروف طبعا في جنينه الحيوانات، لكن انا قصدي هنا خلينا في سي لوحديها. السي الاولانيه سيربرم، الثانيه سيربيلم. الجري ماتر موجود بره، الجري ماتر موجود بره. طبعا اللي عايز يفهم الموضوع ده برضك ليا محاضره موجوده اسمه هيستولوجي اوف سيربيلم، موجوده في موضوع هيستولوجي شارح فيها بس حته الكورتكس دي، عباره عن 3 لايرز وحدوته كبيره قوي يعني. لكن انا مش هتعرض لها. اللي عايز يفهم الموضوع ده يبقى بحله للمحاضره يعني. ال 3 لاير بتاعت الايه؟ اللي هو ايه؟ الجري ماتر. ومن جوه عندي وايت ماتر. يبقى عندي جري ماتر ومن جوه عندي ايه؟ وايت ماتر. وجوه الوايت ماتر في جري ماتر اجين. كولكشن اوف سيل بوديز يعني نيوكليون. ايه ده؟ حاسس ان انا سمعت الكلام ده امبارح، بس كان في السيريبرم، كان كورتكس، بعدين من جوه كان وايت ماتر، كانت حاجه كده يعني عامة اسوشيشن كوميشن بروشكتر فايبر، وبعدين كان من جوه كان في جري ماتر بس ما اتكلمتش عليهم، بس ما سوتهمش. بعدك السيريبرم نفس الشيء. من بره كورتكس، ده 3 لاير حدوته كبيره. ومن جوه عندنا لون ابيض، وايت ماتر. جوه الوايت ماتر بقى بلاقي فيه جري ماتر.
الجرين دول عبارة عن مجموعة من النيوكليون. النيوكليون موجودين في السيريبلم. أول نيوكليس موجودة في الميد لاين. اسمها فاستيجيال نيوكليس. أوه ماي جاد، الأسامي دي جابوها منين؟ والله ما أنا عارف. اسمها فاستيجيال نيوكليس. حسبي الله ونعم الوكيل. جنبيها بقى النيوكليس المشهورة اسمها الجلوكوز نيوكليس. يا سلام. سلام يا سلام الفن. جلوكوز نيوكليس، أنا افتكرت حاجة تانية. أما جنبيها بقى نيوكليس حدث ولا حرج. اسمها أمبليوفورم. الله 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 الله. أما بقى النيوكليس الرابعة بطلق عليها كلمة دنتيك نيوكليس. حسبي الله ونعم الوكيل. ده فيهم مش فيا يعني، مش أنا اللي اخترعت العلم ده. كنتوا هتسمعوه مني أو من غيري يعني، بس من غيري بقى كنتوا هتنتحروا، ومني هتنتحروا بقى. يبقى عندنا هنا يعني يبقى أربعة نيوكلياي موجودين، مش عارف دول جابوهم منين؟ من أعماق التاريخ ولا إيه؟ حسب الكلام. يبقى تعالوا كده نشوف مع بعضنا الاسامي دي جابوها ايه. معنى الاسامي الغريبه دي؟ هو كل حاجه ليها معنى، وكل حاجه ليها معنى. طالع ليها معنى، وجوال ليها معنى، تولين ليها معنى، كويس اندرسوان انا ليها معنى. يبقى عندنا هنا اول واحده اسمها فاستيجيال. يعني ايه كلمه فاستيجيال؟ يعني ميد لاين، يعني الخط الوسط. كلمه فاستيجيال يعني ميد لاين، موجوده في الروف بتاع اللاترال فنتركل ميد لاين نيوكليس. طب جلوب بوز، كلمه جلوب يعني كره. حتى الناس يقول لك ايه جلوبالايزيشن، يعني ايه العالم. العالم هو قريه صغيره بس، وندوب الحدود اللي موجوده ما بيننا. المهم يعني بوز اسمها جلوب بوز. جلوب بوز يعني كره. امبليفورم، كلمه امبليفورم يعني جلطه. لما اقول امبلس وثرومبس، ثرومبس يعني حته جلطه اتفتتت بقت امبولاي. يبقى لما اقول امبلي فورم يعني عامل زي الجلطه. جلطه مين؟ تجي سدت جي دي دنتيت. دنتيت يعني مشرشره. دنتيت يعني مشرشره. فدي دي سدت اللي هو البق بتاع الامبلي فورم. يبقى عندي فيستيجيال، عندي جلوكوز وامبلي فورم. طيب بعض الناس بيسموا الاثنين نيوكليس دول مع بعض يقول لك بوست نيوكليس، يعني في الوسط وخلاص يعني. يعني ممكن الناس يجمعوا الاثنين دول بكلمه كده، يعني يقول لك انتر بوست نيوكليس او نيوكليس انتر بوست. يس انتر بوست نيوكليس. يبقى باختصار، ما هو السيربلم؟ جري ماتر. جوه الجري ماتر في ايه؟ وايت ماتر. جوه الوايت ماتر في جري ماتر. يبقى عندنا هنا النيوكليا بتاعتي يبقى فيستيجيال نيوكليس، وعلى الجنبين جلوكوز نيوكليس. الجلطه هتقفل الدنتين، امبليفورم هتقفل اللي هو الدنتين نيوكليس المشرشره اللي هي مفتوحه. از جنرال، از رول، از رول، از رول، اللي بيستقبل من العالم الخارجي هو الكورتكس. از رول يعني اي حاجه سبينال كورد باك، فيستيبلر سيستم باك، سيربرام باك، بيوصل لغايه الكورتكس. اي كورتكس فيهم؟ الفيرمال ولا الفيرمال ولا اللاترال؟ الكورتكس بتاع اي واحد فيهم. طب الكورتكس بعد كده بيبعت لفين؟ اه صحيح. متهيألي الفيرمال منظره كده هيبعت للحته دي يعني. هو الفيرمال لو احنا ركبنا الصوره على بعضين هنا عشرنا. فانا لو ركبت الصوره كده منظره هيطلع الفيرمال هنا. يعني الفيرمال بعد ما بيستقبل الكورتكس بتاعه بيبعت لفين؟ بيبعت للفاستيجيال نيوكليس. طيب والبارا فيرمال، والله هنا منظور بيبعت للاثنين دول يعني. البارا فيرمال بيبعت للاثنين دول. بلاش يبقى البارا فيرمال بيبعت للانفوز، يعني الجلوكوز والانفوز. طيب واللاترال، يبقى اللاترال بيبعت للدنتين. يبقى انا عندي هنا باختصار، باختصار، اختصار بقول او باختصار، ايه هي الموضوع؟
سباينال كورد. سباينال كورد لما يبتدي يبعت يبعت فين في السباينال كورد؟ الفيرمال. مالك المفروض ده كده؟ سباينال كورد هيبعت فين؟ الفيرمال. احنا نسينا السبيشال، احنا قلنا الفيرمال اللي هي سباينال والبارا فيرمال ده اللي هم الفيرمال والبارا فيرمال كانوا السباينال واللاترال ده للسيرفرال والفولوكيولو نوتش على الحته دي. يبقى باختصار باختصار شديد جدا لو انا جاي لي اوردر من السباينال كورد هيوصل لغايه فين؟ هيوصل للفيرمال والبارابل. طب بعد ما يوصل للفيرمال والبارابل هيوصل هيبعت للنيوكليا اللي هي الفيستيجيا والانتركورد اللي هم هيبعتوا فين هنشوف دلوقتي هيبعتوا فين عشان نقفل القصه يعني في النهايه. السيرفرال لما بيبعت بيبعت لفين؟ اللاترال. طب اللاترال زون بتبعت فين؟ للدنتين. طب الدنتين هتبعت لفين؟ هنشوف دلوقتي. اوكي القصه كلها الدنيا بروتين من العالم الخارجي للكورتكس للجري ماتر. طب وييجوا من الكورتكس بعد كده بيوصلوا فين؟ بيوصلوا لغايه اللي هو النيوكلي بتاعتي. بعدين من النيوكلي بتاعتي هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ خد بقى ايه اللقطه الاخيره بقى ايه اللي هيحصل؟ السربلم هيعمل ايه؟ عايزين نعرف السربلم هيعمل ايه؟ نبتدي كده وليكن ناخد الحته بتاعت الفولوكيولو نودول عايزين نرسم رسمه بس كده البورد ايه عشان تاخد الصوره بتاعتك. طبعا انتوا فتحتوا المايك ونمتوا طبعا عارف كويس الكلام ده بيحصل يعني. عدد اللي حاضرين معايا 55 كويس، خمسه مركزين و50 نايمانين. والمركزين غالبا برضك قربوا يناموا يعني. انا عارف كويس مش عايز اتكلم. ماشي يا ولد، تقول انت شمع؟ طيب هرسم كده الرسمه اللي قبل كده صغنطوطه كده علشان محدش مره ثانيه تسوي له نفسه شيء. ادي السيربلم اهو شايفينه ولا لا؟ الحته اللي في الوسط كانت اسمها فيرمال شايفينها؟ والحته اللي جنبها كان اسمها بارا فيرمال. والحته اللي موجوده دي اسمها لاترال. وبرسم النيوكليا اهي. ادي الفلوكيول نودولار اهي. احط رموز، هنا كانت دي اسمها الفاستيجيا نيوكلياي. وهنا كان عندي الجلوبوس والامبليفورم. وهنا كان عندي الدنتيت نيوكلياي. ربنا خلق السربيلم ليه؟ نحاول نفهم كده بسرعه مع بعضينا. اول حاجه عندي الفيستيبيولار سيستم. الفيستيبيولار سيستم ده كونسيرن مع ايه؟ مع البالانس، الاتزان، الايكوليبريم. حصل اختلال في البالانس. فور اكزامبل النهارده طالعه وهي جايه كانت لابسه جزمه بتاع 10 سم 15 سم. حصل اختلال في البالانس بتاعها، حصل لها ايه بقى؟ يبقى الفيستيبيولار ده هيبعت لفين؟ هيبعت للفولوكيولوجيولار، ما هو ده الجزء اللي كنت سنه دوس بالانس، يبقى هيبعت للفولوكيولوجيولار. طيب والفولوكيولوجيولار لما استقبل هيعمل ايه؟ هيبتدي يبعت للفيستيبيولار نيوكلياي، ده الفيستيبيولار ابريتس. يعني ده اللي موجود جوه الانرجيا. يبتدي يبعت ليه؟ يبعت للفيستيبيولار نيوكلياي. طيب والفيستيبيولار نيوكلياي بقى بتعمل ايه؟ هذكركم بسرعه بدون تفاصيل فظيعه بدون تفاصيل، يعني انا حتى ممكن ما اقولش اسم التراكس عشان ما اقعدش نضيع وقتنا.
ده موضوع اكلت بسرعه وقلت ايه ان بتوع الاستورج هيشرحوه فما شرحوش، يبقى اكيد بتوع الاستورج هيشرحوه ما شرحوش، مفيش حد شرح يعني. ايه بقى اللي هو اللي انا قلته؟ قلت ان ده عندي اسمه سباينر. ولو انتوا فاكرين كده انا باختصار يعني قلت لكم ملخص التراكت اللي موجوده بعد الوش الطويل اللي موجود فيها، كان هنا حاجه اسمها لاترال كورتيكو سباينال، حاجه اسمها روبرو سباينال، ولاترال فيستيبيلو سباينال. فاكرين؟ طبعا مش فاكرين. وهنا قلت ان في عندي انتيرير كورتيكو سباينال موجوده هنا، انتيرير كورتيكو سباينال وميديال فيستيبيلو سباينال ولاترال فيستيبيلو سباينال. فاكرين؟ لا طبعا مش فاكرين. فاكرين الكلام ده؟ الدكتور هاني قال والله كويس، وانا قلته طبعا. ولا انتوا فاكرينه من هنا ولا من هنا؟ ده مش موضوع. فقلت في النهايه يعني انا كلامي يعني بعد ما ما نضيعش وقتنا، قلت ان في عندي حاجه اسمها لاترال ديسيندنج سيستم، وده اسمه ميديا ديسيندنج سيستم. حد فاكر الكلام ده؟ هيقول لي ولا فاكرين اصلا. وانا اللاترال ديسيندنج سيستم ده كونسيرند مع الفليكسور تون، يعني بيعمل ايه؟ اكسجريشن للفليكسور تون، للتون بتاع الفليكسور ماسل والديستال ماسل اوف ذا لام. والميديا ديسيندنج سيستم ده ان شورت بيعمل اكسجريشن للتون بتاع الاكستنسور جروب اوف ماسل زي الانتي جرافتي ماسل. طب باختصار يعني الـ VI هتطلع لي تراكت اسمه فيستيبيولو سباينال تراكت. الفيستيبيولو سباينال تراكت دي نازله على الميديال سيستم، الميديال ديسيندنج سيستم، علشان تعمل كنترول للماسلز بتاعت الانتي جرافتي، عشان انا عايز بس الحق نفسي بالانتي جرافتي. يبقى باختصار ان شورت الفيستيبيولار ابريتس او اللي هو موجود جوه الانر ايه بياخد باله ان انا ها فخد باله ان انا ها هيعمل ايه؟ يبعت للسيربيلوم. اي جزء من السيربيلوم؟ الفلوكيولو نوديولوم. طب الفلوكيولو نوديولوم ده يبعت للفيستيبيولار نيوكليا دي موجوده في البرين ستيم على فكره. بيبعت للفيستيبيولار نيوكليا الموجوده في البونتوم دالار جامشن. طب الفيستيبيولار نيوكليا تطلع لي تراكت. ايه التراكت الموجوده؟ فيستيبيولو سباينال تراكت. الفيستيبيولو سباينال تراكت اللي هم نازلين اللي هو تبع الميديال ديسيندنج سيستم بيبقى مهمتهم ان هم يعملوا كنترول للماسلز بتاعت التراكت انتي جرافتي ماسل. يبقى ده اول جزء موجود عندنا في السيربيلوم. ثاني جزء موجود عندنا في السيربيلوم ابتديت استقبل عندي ده اللي اسمه السباينال. طبعا مش هبتدي ارجع اقول الكلام ده، بس انا بفكركم ان كان في عندي تراكت كانت اسمها دورسال فنترال سباينو سيربيلا، في عندي حاجه اسمها كونيو سيربيلا، يعني انا بستقبل من الابر واللور اللي هي كانت اسمها انكونشيس بروبريسبشن. الانكونشيس بروبريسبشن بيبقى جاي عندي من الابر لين ومن اللور لين كونيو سيربيلا دورسال فنترال سباينو سيربيلا. يبقى استقبلت من السباينال كورد. ببعت لفين؟ ببعت للبربل والبارابربل. يبقى السباينال كورد ده هيبعت للسيربيلا. هيبعت لمين؟ هيبعت للبربل. وهيبعت لمين؟ للبارابربل. البربل ده بيبعت للميديال ديسيندنج سيستم. والبارافيرمال بيبعت لللاترال ديسيندنج سيستم، وعن طريق التو كونكشنز دول انا بقدر اعمل كنترول للماسل سواء بتاعت الاكسسور او الفليكسور جروب اوف ماسل. لان خدوا بالكم من السيربيلوم وظيفته الاساسيه الكوردينيشن اوف موفمنت. يبقى انا عندنا هنا يبقى الفيرمال بتبعت للميديال ديسيندنج سيستم، اللاترال بتبعت لللاترال ديسيندنج البارافيرمال لللاترال ديسيندنج سيستم. الميديا دي بتعمل كنترول للاكسيال ماسلز اللي هو الماسلز بتاعت الترانك، والبارابيرمال او اللاترال بتعمل كنترول للديستال ماسل،
دي الاكستنسور دي فليكسور، يبقى دي في نوع من انواع الكوردينيشن. اخر جزء موجود عندنا اللي هو الجزء اللي اسمه ايه؟ اللي هو الستريت ارم. يبقى عندنا الجزء الاخراني، الجزء اللي هو بتاع الستريت ارم. المخ لما بيبتدي يفكر، وانا عملت الرسمه دي وهعملها مرارا وتكرارا، وبقول ان دي واحده من اهم الرسومات اللي دايما موجوده عندنا في الموتور سيستم. السيريبرام لما بيبتدي يفكر بيبعت للونجين بتوعه. ايه الونجين بتوعه؟ السيريبرام والبيزال جانجليا او البيزال نيوكليا. بعد ما بيبعت ده الوينج بتاع الكوردينيشن بتاعه، وده الوينج بتاع الانيشيشن والموديوليشن. يبقى دي اول خطوه اللي هي خطوه البلاننج. هم بعد ما بيفكروا بيبعتوا لفين؟ قلت لكم بيبعتوا للثالاموس. مفيش حاجه مسموح لها تدخل على السيريبرم مباشره، ومن الثالاموس للسيريبرم. وتبتدي الخطوه اللي بعديها اللي اسمها خطوه الاكسكيوشن. السيريبرم مهمته حاجتين، بلاننج واكسكيوشن. يبقى البلاننج بتاعه بيبتدي يبعت للسيريبرم والبيزل نيوكليال، بيبعت للسيريبرم، ده الوينج بتاع الكورنيشن. بعت السيربيلم لفين؟ اللاترال زون بتاعتي. يبقى بيبعت السيربيلم فين؟ اللاترال زون. طيب اللاترال زون دي اللي فيها نيوكليا اسمها ايه؟ اسمها دنتيت نيوكليا. بيبعت للدنتيت نيوكليا. طيب اللاترال زون دي بتبعت لفين؟ حقيقة بتبعت حاجة من الاثنين. يا بقيت ما بتبعت للثالاموس ومنها توصل للسيربيلم، يا اما تبعت للريد نيوكليوس. الله بعت للريد نيوكليوس ليه؟ عشان يبعت للثالاموس يعني. عشان يوصل لغايه السيريبرام يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى عندنا هنا يبقى حاجه من الاثنين. يا اما بعت اللترال زون بتبعت مره ثانيه، وطبعا لازم تبعت مره ثانيه، اللي بينفذ هو السيريبرام يا جماعه. السيريبرام دخيخه ولا بتعرفش بطيخه ما بتقولوش يعني. طب وليه اللفه دي؟ اكيد في واحده فيهم علشان النيورال ليرنينج موفمنت، اكيد يعني. الريد نيوكليس دي ما بسمعهاش الا لو كنت، حتى لو قلت لكم في الاسبانيا لو كنت سباينو اوليفو سيريبيلا، حته الريد نيوكليس في حركه جديده، ان الريد نيوكليس دي كونكتد بالانفير اوليفر نيوكليس اند سو. يبقى دي الجزء ده كونسيرند ويز بلاننج واللي هو اكسكيوشن اوف اكتيفيتي. يبقى باختصار شديد جدا يبقى السيريبيلا نهايته يستقبل من ثلاث حاجات، يستقبل من الفيستيبيولار ابريتس، يستقبل من السباينال كورد، يستقبل من السيريبرام. يستقبل من الفيستيبيولار ابريتس زي بقى علشان الحته اللي هي بتاعت البالانس والاكوليبريم. يستقبل من السباينال كورد علشان هيبتدي يعمل نوع من انواع اللي هو الموفمنت بتاعت الابر واللمب والكوردينيشنز والبوشرز والتون وحاجات زي كده بتاعت الابر واللور، او السيريبرام علشان الحته بتاعت البلاننج والحته بتاعت الاكسكيوشن. هل هو واضح الكلام اللي انا قلته؟ سعداء ان انتوا شفتوني، طبعا سعداء ان انتوا شفتوني.